رأت الدكتورة باسمة السمعان مدير مكتب فضائية نورسات الأردن والأراضي المقدسة أمسية فصحية ممثلة لجوقة وشبيبة كنيسة يوحنا المعمدان في مادبة بحضور كهنة الرعية وراهباتها وجموع من المؤمنين. إلى المزيد. احتضنت كنيسة قطع رأس يوحنا المعمدان للاتين في محافظة مادبة أمسية تراتيل روحية حملت عنوان أقصى الحدود من تقديم شبيبة وجوقة الكنيسة استعدادا للأسبوع المقدس وعيد الفصح المجيد حسب التقويم الشرقي. بدأت الأمسية التي رعتها الدكتورة باسمة السمعان مديرة مكتب فضائية نورسات الأردن والأراضي المقدسة بالتراتيل المميزة التي ضمت مشاهد تمثيلية متقنة من أداء الشبيبة. حضر الأمسية كاهن الرعية الأب فراس عريضة والكاهن المساعد سالم لولس وعدد من الراهبات وجموع غفيرة من المؤمنين. وفي ختام الأمسية التي نالت إعجاب الحاضرين وتأثرهم بالمشاهد التمثيلية قدم قائد الجوقة منتصر أبو جريس كلمة شكر بها الحضور على دعمهم وحضورهم للأمسية لهذا العام، وقدم شكره الجزيل لأعضاء الجوقة والشبيبة على تفانيهم في الخدمة وسهرهم طوال الليالي على التدريب ليظهر هذا العمل بأبهى حلة. المسيح بذل نفسه من أجلنا كلياتنا من دون مقابل، عشان هيك كان أقصى الحدود، لأنه إحنا لما نيجي نحب منحب بشروط، لكن المسيح حب من دون أي شروط لأقصى الحدود حتى الموت على الصليب. بتمنى اليوم تكونوا أول شيء استمتعتوا معنا، والأهم من أنكم تكونوا استمتعتوا معنا تكونوا صليتوا معنا. اسمحوا لي أني أشكر الشبيبة والممثلين، زكفوا لهم يا جماعة الخير، وبخص بالشكر مؤيد خزوز ومريانا، اسمحوا لي أشكر الجوقة اللي تحملتني فترة طويلة، وأنا بقول لكم الله يعينهم، بس الله يعينهم بتحملوا، بشكر الأهالي اللي تحملونا أصلاً، تحملونا لساعات التدريب الطويلة للتسعة وعشرة وإحداعش بالليل، والشباب يمدوا أكثر، يسعدك خليك. ونشكر قناة نورسات اللي شرفتونا. ومن ثم قدم كاهن الرعية الأب عريضة كلمة امتلأت بالفخر بهذا الأداء الباهر، مقدما شكره للدكتورة السمعان
على رعايتها للأمسية ودعمها للشباب في الخدمة. وبعدها ألقت الدكتورة السمعان كلمة شكرت من خلالها كاهن الرعية وأعضاء الجوقة والشبيبة على هذا العمل المميز الذي نقلنا لمدينة أورشليم، وقدمت أيقونة تذكارية لكاهن الرعية عربون محبة وتقدير. لما بتكبروا بالحياة وبتاخدكم الحياة وبصعوباتها، تذكروا وقفتكم على هذا المنبر عند جنب الهيكل، تذكروا هذا الموقف وعيشوا بحياتكم إنه أنا وقفت هون وهللت بمجد القيامة بالرغم من كل الصعوبات والألام اللي ملاقيها في حياتنا، قدموها لمجد ربنا. ديش أطول عليكم، كل سنة وإنتوا سالمين يا رب، عيد فصح مبارك. وبحب أبونا أقدم هو لوحة للكنيسة للجوقة مقدمة من نورسات شكراً لكم، شكراً لدعوتكم أبونا سالم وأبونا فراس، شكراً للرعية مادبة كنيسة يوحنا المعبدان، كل سنة وأنتم سالمين. ومن جانبه قدم الأب عريضة للدكتورة السمعان لوحة فسيفسائية من تراث مدينة مادبة العريق. ربنا يحفظك ويعطيك الصحة. مسيح قام من بين الأموات ووطي الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. مسيح قام من بين الأموات ووطي الموت بالموت ووهب.